نروح بقى لحاجة أخيرة معانا النهاردة، وهي فكرة الكل بيتكلم فيها الفترة الماضية. طيب، نادي الزمالك لعيبة عنده بيجيلها عروض، شأن لا يخص النادي الأهلي، وأكيد ما شفتناش علقنا فيه خالص قبل كده لأنه لا يعنينا من قريب أو بعيد. طب لما نلاقي إن الكلام بدأ يوجه تجاه النادي الأهلي في الوقت اللي النادي الأهلي بيتعامل فيه في شيء مثالي جدا، حتى قاله كابتن فاروق جعفر مؤخرا، قال النادي الأهلي ساعدنا لأن الرمز محمود الخطيب موجود في تجديد بعض اللاعبين، لأنه هو ما كانش بيفاوضهم بأي شكل من الأشكال، فده خلى اللاعب اللي بيعمل فكرة أصل الأهلي بيفاوضني ما قدرش يعملها. تعال بقى نشوف إعلام نادي الزمالك كان بيقول إيه على النادي الأهلي في الوقت ده، نطلع ونشوف الفيديو. تمنى إن نادر شوقي يبعد عن لعيبة نادي الزمالك ويتجه للعيبة النادي الأهلي اللي هم أبطال الثلاثية، وعنده حسين الشحات بيلعب في نفس مكان أحمد سيد زيزو، عنده ماضي جميل جدا وتم شراؤه بخمسة مليون دولار وتم بيعه مش عارف باتنين مليون دولار، فعنده لعيب كويس يروح للنادي الاهلي ويقدم عرض لحسين الشحات. لكن فكره ان طول الوقت احمد السيد زيزو عرض، مصطفى محمد عرض، محمود علاء عرض، شيكابالا عرض، يوسف اوباما بعد ما جدد عرض، فتوح عرض، يا جماعه في ايه؟ احنا ما خدناش الثلاثيه على فكره، احنا خدنا السوبر المصري والسوبر الافريقي. فبالتالي وعندنا لعيب اسمه كهربا هرب ورجع على هناك، فارجوكم لو سمحتم يا أستاذ نادر شوقي يا محترم، ليس لك علاقة بلاعبي نادي الزمالك، وإن لعيبة الزمالك ومجلس إدارته الحالي لن يتعامل معك. نادر شوقي، أنت عندك قفشة اللي هو جاب القضية، اللي هو جاب الجون اللي هو القضية ده اللي بيتقال عليه القضية يعني في الدقيقة 85، ما تجيب عرض لمجدي قفشة. مش عارف إيه العروض كترت قوي على لعيبة الزمالك. قلنا قبل كده باعث التعصب الرياضي كابتن خالد الغندور، ما عنديش أي مشكلة إنك تدافع عن لاعبيك واستقرار فريقك، وإنك يبقى عندك أي مشكلة مع كابتن نادر شوقي، وده شيء يعنيك وشيء شخصي. إنما فكرة إن أنت عندك مشكلة مع نادر شوقي فتقول له عندك حسين الشحات وعندك قفشة وعندك كذا، إذا كان شيء أنت يا أخي من مبادئ المهنية اللي أي حد لسه بادئ إعلام يوم هيفهمها، شيء أنت بترفضه على نفسك، وفي نفس الوقت انت نفس الاعلامي بتقول له اعمله مع نادي منافس، اي منطق بتتكلم بيه؟ اي احترام لنفسك بتمارسه وانت قاعد قدام الشاشه؟ تعالوا بقى نشوف كابتن خالد الغندور نفسه وهو بيجيب عروض او زعلان ان مفيش عروض لبعض لاعبي الزمالك في فيديو هيزعل قوي لما يشوفه، ونطلع ونشوف الفيديو. طب انا نفسي اسالك سؤال يا فندم، انت شايف محمد هاني ان هو نمره واحد انه يحترف، وشايف في زيزو اللي كان بيلعب في اكاديميه وادي دجله، لكن مش شايف في مصطفى فتحي انه يحترف. انا قلت لك الكلام ده تاني، هقول لك تاني وثالث ورابع، نادر شوقي مش مقتنع ان هو يطلع مصطفى فتحي، ممكن 50,000 واحد يطلع مصطفى فتحي، انا ما اقدرش اطلع مصطفى فتحي لان انا مش عارف اسوق مصطفى فتحي. لكن انت 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 شايف ان محمد هاني رغم عدم لعبه في النادي الاهلي اساسي، لكن هو تستطيع من خلال امكانياته ان انت تخليه يحترف. محمد هاني احتياطي لاحمد فتحي. كويس، تمام. وانا شايف ان محمد هاني موهبه موجوده في المركز ده ولازم الواحد يستغلها. طب ليه شايف مش شايف في مصطفى فتحي ان انت تقدر تسوقه؟ ليه؟ ايه العيب في مصطفى فتحي؟ لا برضو ارجع اقول لك، انا احترم مصطفى فتحي جدا جدا جدا، لكن الستايل بتاع مصطفى فتحي ما اعرفش انا اسوقه، جسمه ما ينفعش فيزيكلي او جسديا او بنقول ايه بدنيا، ما يعرفش ان هو تاخده وتوديه حته جامده او تاخده وتوديه حته تعرف تبني عليها. مهاري مهاري، بس حتى مصطفى فتحي ما بيلعبش اساسي مع نادي الزمالك، يعني هو بينزل اخر الو يا اخي، بتحط نفسك في مواقف بايخه بشكل، انت نفس الاعلامي اللي زعلان ان نادر شوقي بيفاوض اللعيبه بتاعت نادي الزمالك وبتقول له روح لعيبه الاهلي، كنت بتقول له اشمعنى لعيبه النادي الاهلي، وعمال توصل لنتيجه ليه مصطفى فتحي انت مش عايز تجيب له عرض؟ هو نفس الاعلامي، بس الفكره تناقض، غياب المنطق بيعمل اكتر من كده. بس على لسان نادر شوقي، لو عايز تعرف ليه لعيبه النادي الاهلي ما بيجيلهاش عروض في الوقت ده، زي ما قلنا لك من شويه سادس مره كاس العالم للانديه، اسمعها وافهمها على لسان نادر شوقي. الاهلي بطل افريقيا وجاب الثلاثيه وما جبتش ولا لعيب في النادي الاهلي عرض تخرجه بره، وبتخرج لعيبه من الزمالك.
انا جايب لزيزو عرض في الخليج. ايه بقى كده النادي الاهلي هيلعب كاس عالم الانديه، مين فيهم هيكون عايز يسيب النادي الاهلي ويحترف دلوقتي؟ هو مين اصلا هيحترف في النادي الاهلي دلوقتي؟ ده كل الساينجز بتاعت النادي الاهلي دي اللي كان طلعها اعارات او اللي لسه ساينجز جديده، فلسه في بقى ايه المرحله اللي جايه اللي هي السنه دي والسنه اللي جايه، وبعد كده تبتدي تعرف تطلع. وصلت على فكره فرجاني ساسي اللي عنده مشكله في التجديد مع نادي الزمالك كان احد اهم اسباب رغبته في انه يروح الدحيل ان هو يلعب كاس العالم للانديه. لازم تعرف ان كاس العالم للانديه هي يمكن بطوله عشان انت ما اختبرتهاش او ما حسيتش مشاعرها، فعندك مشكله في فهم قيمتها اللي تخلي اي لاعب يكون حريص انه يبقى موجود فيها. اتمنى تراجع تناقضاتك وتقف قدام المرايه زي ما نصحناك 100 مره وتسال نفسك اللي انت بتعمله مهنيا صح ولا غلط. كانت حلقه مهمه جدا من الاهلي خط احمر، كان لازم ناس كتير جدا تعرف فيها ان حقوق النادي الاهلي كانت وستظل خط احمر.